صحيح أخويا تركي، لكن قبلها طبعا نبارك لمنتخبنا ونبارك لكل الشعب السعودي، نبارك للرياضيين هذه الخطوة الرائعة لمنتخبنا حقيقة، من إحباط وخسارة إلى فرحة فوز وصدارة. هذا صنعت أجواء من الفرح في كل المتابعين في كل المجتمع السعودي، وهذا ما ننتظره من منتخبنا. فعلا لمدربنا كانت بصمة رغم بعدنا عن المستوى المأمول، ولكن التحركات والضغط والهدفين جاءت بعد تغييرات وتغير في شكل المنتخب، رغم عدم ظهور بعض اللاعبين بمستوياتهم، رغم عدم ظهور المنتخب بكامل طاقته وجاهزيته. لكن نقدر نقول الآن أنه مع انتهاء الجولة الأولى من يعني مجريات هذه المجموعة، والمنتخب السعودي لم يظهر بكامل طاقته وجاهزيته وانسجامه، المنتخب السعودي متصدر بفارق هدفين، بفارق نقطتين. ننظر للقادم كنظرة مختلفة تماما. المرحلة الأخرى تبدأ بعد أكثر من 5 أشهر، عندنا فرصة لتصحيح الأخطاء، النقاش في المستويات الفردية، في المستويات الجماعية، عندنا الآن استحقاقات إقليمية ومباراة ودية دولية نظهر فيها إن شاء الله، نطور في الأخضر، نصحح أخطائنا. يلعب دائما الأجدر، يلعب من هو مبدع مع ناديه وأساسي مع ناديه، يقدم كل شيء لمنتخبه، تحت الفرصة للجميع، المداورة بين اللاعبين، هذا ما نبحث عنه. اليوم شفنا شيء من الأخضر بصراحة. نعم اتفق مع أخوي عيد، كلنا كنا في لحظة مسلمين لخسارة متقبلينها، نبحث عن التعادل، وفي لحظة المنتخب يفرض شخصيته ويقدم لنا أنه هذا جزء من الأخضر اللي نحتاجه، من الأخضر اللي نطالب فيه دائما، يملك روح الإصرار خارج ملعبه. الأجواء كانت فعلا أجواء أنك تحصل على نقطة من خارج أرضك من منتخب ما هو سهل أبدا. نعم المنتخب الأوزبكي متطور، يقدم كرة قوية، قدم في هذه المباراة أفضل مستويات، ومع ذلك الأخضر وسط هذه الظروف كلها يحقق الفوز والانتصار ويقدم لنا هدية في هذا اليوم الرائع. بالتوفيق للأخضر. المدرب نعم قدم الكثير اليوم، حافظ على المجموعة اللي دائما تلعب، التغييرات كانت في أضيق الحدود، كنا نتكلم على أحقية لاعب في المشاركة أو أحقية، لكن اليوم بما أنه هذه المرحلة انتهت بنهاية المشوار الجولة الأولى من المجموعة، نبحث عن أخضر مختلف تماما يدينا مستويات أعلى، يدينا تطور. الآن عندنا مهمة، منتخبنا في المركز 70 يقدم نفسه في قادم الأيام بإذن الله كما يستحق الأخضر هذا الجمال، وكما يستحق المتابع والمجتمع السعودي منتخب يليق براية الأخضر.